يوبيسوفت كل سنة بتقدم لنا لعبة عن راجل لابس لنا فوطة ومغطي راسه بيها وبيتنطط بين حيطة لحيطة تانية. السنة دي برضه بتقدم لنا لعبة جديدة، راجل لابس فوطة وبيتنطط بين حيطة حيطة. وكل السنين اللي فاتت كانت نفس الموال برضه، نفس الفوطة نفس الراجل تقريبا. ولو عرفت انا بتكلم عن ايه تعرف ان انا بتكلم عن اساسين كريد، السلسلة اسطورية بمعنى الكلمة. وبلاك فلاج كان اخر جزء نزل. اللعبة اللي هنتكلم عنها النهاردة لعبة أسطورية من شركة أسطورية، هي إضافة جديدة للسلسلة بعد الفشل أو الشبه فشل الجزء الأخير الثالث. وشخصية كونر اللي كانت شبه غير بشرية، شخصية عقيمة تقريبا. ممكن الناس ما توافقنيش على الرأي، لكن كونر ما كانش ليه شعبية التاير أو حب إيدزيو أو حتى زي إدوارد كينوي. شخصية إدوارد كينوي كانت محبوبة قبل ما اللعبة أصلا تبدأ أو تنزل. شخصية إدوارد كينوي تقريبا أكتر شخصية محبوبة بعد إيدزيو، حتى لما أنت هتلعب اللعبة هتحس بكده. شكله جميل، طريقته جميلة في الكلام، شخصيته ممتعة إن أنت تكون موجود في اللعبة. هنبدأ نتكلم عن اللعبة ونسيبنا شوية من الهزار ده. اللعبة من قمة المنيو هتفتح النفس، استغلالها جميل جدا ومريح للعين وبيخليك تتحمس أوي لبداية اللعبة. وانت اول مره بتفتحها تحس انت بتلعب فيفا 2014. القايمه شبهها ليها شويه، بس انا افضل الشكل بتاع اساسين كريد اكتر. القصه بتدور احداثها في عام 1715 في بحر الكاريبي، وده بيقع على هامش 3 امبراطوريات. مجموعه من المجرمين قاموا استيلاء على اهم معبر تجاري في العالم وحولوا الكاريبي كله الى منقطعه متمرده عن القانون بيحكموا القراصنه. طبعا الفساد والشر والجشع هم اللي بيسودوا المكان. احد هؤلاء القراصنة هو إدوارد كينوي، قاتل شجاع انتشر سمعته بين القراصنة. شيء بشيء خلال القصة هيلاقي نفسه في وسط حرب الازلية بين الحشاشين او الاساسين وبين فرسان الهيكل اللي يتهدد كل ما بينها القراصنة. نيجي للجيم بلاي، جميل جدا سلس، وهتلاحظه في تسلق الجدران والتسلل والتجسس على اهدافك. والمعارك البحرية معمولة بدقة متناهية، وخصوصا السيطرة على السفن التجارية دي كانت احد المهمات اللي كانت ممتعة جدا في اللعبة. المعارك الحربية ممتعة وحركتها سهلة، الامواج والمياه بتاعتها واقعية جدا. الهجوم على السفن واستيلاء عليها بطريقة القراصنة القديمة كانت رائعة. وكان في مهمة انا عدتها من درجة ادماني ليها 3 مرات، عجبني ردة فعل الحراس واللي ضدك والهجوم عليهم وهجومهم عليك. الأسلحة طبعا الهيدن بليد أساسي ومعاه بيستول، وفي سيف ده أساسي برضو. كل سلاح من دول ليه طريقة تطوير مختلفة عن التاني، تقدر تغير في شكله وقدراته على مزاجك، ودي إضافة جميلة جدا. نيجي للساوند تراك، مريح للأعصاب جدا بشكل رائع ومميز وجميل وبشكل ساحر. طبعا الجرافيك مش هتكلم عليه كتير قوي لانه اصلا كان اكتر من رائع. اللعبة بتعتمد على محرك انفل نيكست، وطبعا ده في اللعبة كبداية الجيل الجديد كان جرافيك رهيب جدا ولا يعلى عليه. في النهاية يوبيسوفت صححت غلطتها في اساسين كريد 3 وادتنا لعبة تكاد تكون متكاملة. التقييم النهائي للعبة 9.5. وفي النهاية احب كل اللي قال ان اللعبة فشلت بسبب الجزء الاخير، اللعبة تستحق ان انت تجربها. See you later. Deadliest scourge of these seas. But this man is a fearsome dog. I'll feel him like it were nothing.